الهدف من هذا كله مجتمع احتضناه. يعني تعرفون انتم بعدم شباب بعدا عن تعرف انت مغريات الحياة، فما شاء الله التزمم. فلهذا السبب احنا سوينا ذكرى احياء سنة كاملة على هذا الجمع المبارك ونجحت فضل الله عز وجل. كهدف يعني فوز وخسارة وهدف ما عندنا، احنا فريق واحد نقتسم ونلعب مرات بين يوم ويوم او يومين لقطة. يعني مرة انتم شفتوا التصوير او شفتوا اللعبة شو صارت، فريق ويا فلاح فريق ويا حسين، ومرات عكس يصير. الهدف هي نعلم شنو الاخلاق، شنو الادب، شنو احترام كبير، شنو البصمة الحلوة تخليها بهاي الحياة. والحمد لله والشكر استنتجنا هذا. شكرا. طبعا هاي الفريقين اكثر من سنة صاروا يلعبون يمي في هذا الملعب، يقيمون بطولات بيناتهم، يعني فرق اربع فرق. اغلب البطولات تصير بطولات منظمة مرتبة على مستوى عالي، على مستوى فني عالي. طبعا نشكرهم إدارة ملعب هيتلاند، نشكر الكابتن حسين على هيك بطولة وعلى هيك تنظيم رائع. كنت ألعب وياهم فبأثناء اللعبة خلصت اللعبة، فبعدين ثاني يوم عمات عندنا لعبة فصار عندي حادث نتلت بكهرباء ما نسوني، واثنين بارك الله بيهم رحم الله والديهم، وشكرا جزيلا للعم حسين بثنا الحادث ما اتمنى ثاني جاب الفريق كله وجا. والله ادعو جميع شبابي ورياضيين على هاي الفكره، وانا من داعمين حتى ماديا اذا يريدون انا حاضر. واحنا هسه نشوف هاي الفرق يعني اخلاق ولعب ورياضه حلوه ما تسمع حتى صوت، وتبعدهم عن كثير امور، القهاوي، النارجيلات، الشباب التعبانه. فانا اقول هذه فكره روعه جدا المقيمين عليها. وثانيا هم المقيمين عليها كانوا ملواعيب فرق شعبيه قدماء، واعرفهم من اخلاق وحي خاصه حي العمال.